إعلان إلى طلبتنا الأعزاء في مدينة السماوة حي الرسالة، يعلن الأستاذ علي مهدي مدرس اللغة الإنجليزية عن بدء إقامة دورات تقوية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسطة، والتي تستمر حتى نهاية الامتحان الوزاري. تتضمن الدورة شرح المادة كاملة، إضافة إلى مراجعة مركزة واختبارات يومية بعد نهاية كل موضوع. كذلك حصول الطالب على ملزمة خاصة بالأستاذ ودفتر اختبارات. للتسجيل الاتصال على الرقم 0781-46-43-741. علما إن مكان الدورات في حي الرسالة أم العصافير، الشقق القديمة قرب قاعة الحديد، والله ولي التوفيق.